مجلس مقاطعة اليوسفية يخلد هذه السنة وكعادته الذكرى، ذكرى عيد العرش المجيد، ذكرى عيد الشباب المجيد، وأيضا ذكرى ثورة الملك والشعب من خلال تنظيم الدورة الثالثة لفعاليات أيام مسرح الشارع وفنون الحلقة. هذه السنة يعني بالمقارنة مع السنتين الماضيتين عملنا على إبداع برنامج حافل بالعروض المسرحية وحافل بالمواد الفنية، خاصة أننا استدعينا هذه السنة أحد الفنانين المقتدرين في فن الحلقة ألا وهو ثنائي عبد الإله المسيح، وأيضا مجموعة من الفرق التي لها باع طويل في مجال مسرح الشارع. كل هذه العروض تم اختيارها من أجل معالجة مجموعة من القضايا ذات الصلة بمجال التنشيط المحلي للقرب خلال 4 أيام، ومن خلال 4 فضاءات تابعة لتراب مجلس مقاطعة اليوسفية تعرض هذه العروض وتقدم، وأيضا عروض ديال الطبول. الغرض منها هو تقريب الفرجة المسرحية والفن المسرحي من المواطن ومن ساكنة هذه المقاطعة. الغرض ديالها هو أن نساهم إلى جانب باقي الفرقاء بالتعريف بالفن المسرحي في أجمل صوره. نشارك إلى جانب مسرح سفر في فعاليات الدورة الثالثة لأيام مسرح الشارع وفن الحلقة التي تشرف على تنظيمها مقاطعة اليوسفية الرباط. هذه التظاهرة الفنية والثقافية بامتياز التي تكرس لثقافة القرب وتقريب الفرجة من الساكنة، بحيث أن الفعاليات والأنشطة تعرفها 4 ساحات متفرقة على أكبر الأحياء التي تشكل هذه المقاطعة. الفعاليات هي متنوعة وتشمل عروض لمسرح الشارع وعروض للطبول وعروض لفن الحلقة، إلى جانب ندوة فكرية بشأن موضوع هذه الأيام. ويسعدني أن أشارك إلى جانب مسرح سفر بمسرحية بوحجبان، هذه المسرحية التي هي من اقتباس الأستاذ خالد ديدان ودراماتيجي وإخراج المخرج عز الخلوفي، إلى جانب الفنانة سكينة درابيل والفنانة سناء التازي. مسرحية طبعا هي تعالج بعض القضايا الإنسانية وتحاول أن تضع الأصبع على بعض العواطف التي ربما قد تكون في قالب أو في شكل ظاهريا يوحي بأشياء، ولكن في الجوهر هناك أشياء أخرى والتي نكتشفها خلال هذا العرض.